هاي المسائل من لمتنا تحلى طبعا. ان شاء الله نجوزوا هاد السويعه من الوقت بخير وبقى على خير. اكرام مثل الخير. هي كي ما دخلناش هذيك الدخله تاع انت تلحق بلي وانا موراك في المشاهير، ما فهمتش كيف. لا لا والله انا كنت اون بلان كونسونتراسيون. شنو الله غالب اللون الاخضر منا راهو طاغي بزاف. الاخضر منا ثاني. اذا مساء الخير عليكم مشاهدينا كامل راكم تتابعوا فينا من خلال قناه الشروق العامه. كما والفتوا دائما مباشر يكون معكم في لمتنا تحلى على 4 تاع العشيه، انا معكم حتى الخمسه. فقرات متنوعه راكم حين تشوفوها معنا، وكذلك حيكون معنا ضيف كما كل مره. اكزاكتومون. واليوم كما عودناكم دائما يكون عندنا موضوع تفاعلي اللي نحبوا نعرفوا رايكم فيه ونعرفوا يعني انتم وش علاقتكم بهذا الموضوع. اكرام اليوم ما راح نتكلموا على الناس اللي تعاني من امراض مزمنه، كيفاش راهي تجوز في رمضان، كيفاش يعني اسك تصوم اسك ما تصومش، اذا تصوم كيفاش تدير، وخصوصا انه المشكل كل وراه اكرام سكو رمضان على بالنا باللي الصيام هو راهو قريب اكثر من 12 ساعه تاع صوم. وي في النهار. كيفاش وشنو هو الوقت الصحيح تاع اللي يتناولوا فيه يعني الادويه تاعهم الى غير ذلك؟ وي سي 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 ان سوجي تري امبورتون اللي كامل الناس راحين يستفادوا منه اليوم، وكذلك يقدروا يتفاعلوا معنا رياض، يعني مام حتى الناس اللي عندها هذه الامراض تقدر تتفاعل معنا من خلال الرقم اللي ظهر اسفل الشاشه اللي حيكون عندكم من خلاله التواصل معنا مباشره، مع برنامج لمتنا تحدى. تحكيوا لنا على ليكسبيريونس تاعكم في الصيام مع الامراض. احنا نحب نقول لكم انه كل واحد يعاني من الامراض المزمنه، ربي يشفيه ان شاء الله. امين. وان شاء الله ربي يصبروا مع الصيام ومع حتى الادويه اللي راهم ياخذوا فيها. نعاود نذكركم انه رانا معكم حتى الخمسه تاع العشيه انا ورياض اللي ما جانيش روطار اليوم. شي كيفاش ما كاش قلب اللوز اليوم؟ لا لا ما كاش قلب اللوز. مش اليوم. اليوم ماشي راني روطار ولكن ضيفات كالعاده. يلا مشاهدينا انا نتسناو في اتصالاتكم، رانا معكم حتى الخمسه تاع العشيه. مالوغوزمون الوقت ما عندناش بزاف. وي صح يجوز يجوز. احنا مشاهدينا والفنا معهم هذيك ثلاث سوايع. اه وي نقصروا الاز نستقبلوا يعني كم هائل من المكالمات، ولكن معليش معليش. يقول لك البركه في القليل. الخير في القليل ولا البركه في القليل. ونستقبلوا اول اتصال لنهار اليوم ونقولوا الو. نروحوا لغيري زين. الو مساء الخير. الو الو. واه واش راكي كي راكي؟ أنا غاية الحمد لله. شكون معانا؟ خديجة من غليزان. منين اكزاكتومون من غليزان خديجة؟ ها؟ منين بالضبط من غليزان؟ وين وين؟ خديجة نقصي التلفزيون، سمعينا من الهاتف. يلا فقنا لك فقنا لك خديجة. راكي تسمعي فينا من لا تيلي، سمعينا من التليفون، تعيشي. واه صح انا نسمع فيكم. ايوا تخي بيان. قولي لي منين بالضبط من غليزان خديجة؟ مازالها تسمع فينا من الهاتف من التلفزيون. مطمر بلدية مطمر. خديجة شوفي باش نتفاهموا، خديجة والمشاهدين كاع اللي راهم يشوفوا فينا، لازم تنقصوا التلفزيون تسمعونا من التليفون. انا النقصة انا النقصة. ايوا خلاص سمعينا. قولي لي شحال في عمرك خديجة؟ ما كاينش كاع منقصة رانا نسمعوا في صوتنا. 16 عام. دوكا نبقاو هكا. رمضان يا خديجة حرام عليك. تجي تاع البارح دي نورمالمون تجي. والله خديجة بليز بليز. ها؟ يا ربي يا. خديجة يقطعك. خديجة علاش ديري لي هكا؟ قولي لي شحال في عمرك خديجة؟ 16 عام. 16 سنة. عندكم في داركم كاين واحد منهم اللي يعاني من أمراض مزمنة، اللي يشرب دواء تاع لاطونسيون ولا تاع السكر ولا؟ لا لا ما كاش. ما كاش. الحمد لله. معليش يعطيك الصحة خديجة على اتصالك، نشكرك ونقول لك صحة رمضانك وصحة عيدك وصحة مولودك وصحة كلش. شكرا لك خديجة. يلا مشاهدينا ماذا بكم برك نذكركم انه لما نكون لما نستقبلوا اتصالاتكم من فضلكم نقصوا جهاز التلفزيون، سمعونا عبر الهاتف هكا باش ما يكونش هذاك الفريكونس الواعره والديكالاج. خديجه خديجه تاع البارح كون عيطت البارح يزيد يغلبك رمضان. خديجه من الناس اللي تقول لهم نقص التلفزيون بصح ما ينقصوش، دونك من بين الامور اللي تقدر تقلق عليهم و اكزاكتومون. اكرام دو بريفيرونس اليوم انا حابين لو كان يعني يا ريت لو كان الناس اللي تعاني من امراض مزمنه هي اللي تتصل بنا اليوم،
والاخرين معليش مازالوا لكم باليابان. يلا نذكركم انه تقدروا تتصلوا بنا عبر الرقم الهاتف اللي ظاهر اسفل الشاشه، ورانا نحكوا على الناس اللي تعاني من امراض مزمنه، كيفاش جوز رمضان خصوصا كرم عمك باللي هاو الرقم تاعنا 023 70 92 94 023 90 70 92 94. اكرام، يعني كاين دي جون اللي عندهم يعانوا يعني من امراض مزمنه خصوصا السكري، يلقاو انه لو ميدسان تاعهم يقول لهم يعني ممنوع منعا باتا انكم تصوموا، ولكن يعني بحكم انه رمضان عزيز علينا احنا كمسلمين وكجزائريين يخالفوا اوامر الطبيب اللي تمنعهم من الصيام ويروحوا يصوموا. هذه حاجه ماشي مليحه، باسكو تضر نفسك. اكزاكتومون، ميم ربي ما يحبش الانسان اللي يضر نفسه ولا كواك سو سوا. ميم ربي سبحانه يعني حل للناس المريضه واللي ما تقدرش تصوم انها تفطر في رمضان، وكاين بزاف حوايج اللي تقدر تفطر فيهم في رمضان. باغ اكزومبل ميم اللي يكون على سفر يقدر يفطر يعني، ومن بعد كيعاود يرجع نهار تاعو. دونك احنا نقولوا لكم انه يعني ما تضروش الصحه تاعكم، لانه يعني رمضان صح نحبوا نصوموا ونحبوا نكامل هذيك البنه تاع رمضان ايتو صحة افون اكزاكتومون، مام ربي سبحانه وحلل هذا الشيء. دونك نكملوا في استقبال اتصالاتكم مشاهدينا الكرام، انا ورياض بيان سور برنامج لمتنا تحلى، ونقولوا الو مساء الخير. مساء الخير، صحة رمضانكم. صحة رمضانك حبيبتي، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. شكون معنا ومنين؟ نور الهدى من العباس. نور الهدى من بالعباس. مرحبا بك نور الهدى، مرحبا بكامل الناس بالعباس. بارك الله فيك. الله يسلمك. قولي لنا نور الهدى، شكون عندكم في العائله اللي يعاني من امراض مزمنه؟ عندي جده. احكي لي وش عندها اكزاكتومون؟ عندها مرض مزمن اللي هي السكر شلو. داكور، كيفاش راهي دير في رمضان؟ تصوم ماهيش تصوم؟ مرات تصوم ومرات ما تصومش. هو الطبيب وش قال لها؟ قال لها لازم تصوم ولا لا؟ لا. كي تحس بالعياء تحس ما واش قالها؟ نعم، كي تحس روحها عيانه ومشي قاعده روحها عيانه ما تصومش يقولها. دونك هو قالها على حسب الحاله سي صا؟ على حسب الحاله. داكور ربي يقدرها ان شاء الله. قولي لي برك نور الهدى، هي يعني النهارات اللي تكون فيهم عيانه ايتو هي تجيها سهله يعني باش تفطر وانتم كامل صايمين، ولا تحب تصوم وانتم تقولوا لها لا لا؟ تحب تصوم احنا نقولها لها. انتم تنبهوها. تري بيان تري بيان، ربي يشفي ان شاء الله. ربي يقدرها ان شاء الله، ربي يقدرها. صحة فطوركم، صيامكم في الجنة ان شاء الله. ان شاء الله، صحة فطورك حبيبتي، الله يكفي روحك. شكرا على اتصالك. يعطيك الصحة. تري بيان، دونك بيسك انا نهضروا على الامراض المزمنة في رمضان، الناس اللي تصوم كذلك، وقالت لنا نور الهدى انه جدتها ثاني عندها مرض السكري ربي يشفيها. دونك حبينا نشوفوا في فقرة طبيبك في رمضان موضوع ولا ورقة على هذا المرض بالذات، يعني على داء السكري نورمالمون هكذا في شهر رمضان الكريم. لأنه يعني احنا نشوفوا بالك أكثر مرض اللي يصيب الناس ويعاني منه اكثر، يعانوا منه اكثر شيء في رمضان. يلا شوفوا هذه الورقه ونعاودوا نرجعوا تبعنا. موضوع اليوم حيكون رمضان والسكري. البنكرياس هو عضو عنده ان دوبل رول، معناها عنده دور مزدوج، يقوم بإفراز مواد راح تكون نستعملوها في الهضم، وأيضا إفرازات هرمونية تساهم في تعديل نسبة السكر في الدم، منها الجليكاغون وأيضا الأنسولين اللي نعرفوها كامل. للسكري عدة أنواع، منها النوع الأول اللي يمس عموما صغار السن ويعتمد علاجه على الانسولين، النوع الثاني اللي يمس فئه عمريه اكثر ويتميز بالناس تكون متميزه بسمنه ومتميز بمقاومه الانسولين، وسكري الحوامل. هذه الانواع يعني باختلافها تشترك في ارتفاع مزمن لنسبه السكر في الدم، وينتج عنها اعراض حاده واعراض على المدى البعيد.
بالنسبة للأعراض الحادة هي تتسم في الارتفاع أو الانخفاض نسبة السكر في الدم، زيادة الحموضة الكيتوني في الدم. بالنسبة للمدى البعيد هناك تأثيرات على بعض الأعضاء، التأثيرات تكون على الشرايين الكبيرة ومنها الجلطات، جلطات الدماغ والقلب وعلى مستوى الأرجل. بالنسبة للشرايين الدقيقة عندنا تلف على مستوى الشبكية، تلف بالنسبة للكلى ينتج عنه قصور الكلى والاعتلال العصبي الطرفي. مقاومة الأنسولين أو لا ريزيستانس على الأنسولين هي حالة ما قبل مرض السكر، يعني ليطا دو بري ديابيت. وش هي؟ هي كيعود الخلايا ما تقدرش تستعمل الأنسولين اللي يفرزها لو بنكرياس أو البنكرياس. هل كل مرضى السكري بإمكانهم الصيام؟ بالطبع لا. هناك تصنيف يعني جديد للفيدرالية العالمية للسكري يعتمد على تنقيط. التنقيط هذا يأخذ بالاعتبار 14 عنصر، يمكننا من تصنيف المريض ثلاث أصناف على حسب الخطورة، خطورة الصيام. كان صيام فائق الخطورة 6 نقاط فما أكثر، صيام متوسط الخطورة من 3 نقاط ونصف حتى 5 نقاط، وصيام يعني مسموح أقل من 3 نقاط. الأربعة عنصر هادو يأخذوا بالاعتبار نوع السكري، مدة السكري يعني قدان عام سكري كين، نوع العلاج، توازن السكري قبل رمضان، وجود تعقيدات على مستوى القلب، على مستوى الكلى، على مستوى الأعين، وجود حمل أو لا، نوع العلاج، نوع الأنسولين. أول شيء انخفاض مستوى السكر في الدم. انخفاض مستوى السكر هذا ناتج عن كمية قليلة من السكريات متناولة أو جرعات دواء تكون غير متناسبة. وعلى هذا نقول مريض السكري كل عام لازم يعاين طبيب تاعو باه يعطيه جرعات الدواء، هل يمكن الصيام أو لا. الخطر الثاني هو الارتفاع. الارتفاع أكيد راح يكون من حمية غذائية غير منظمة فيها كميات كبيرة من السكريات، كميات كبيرة من الدهون، حتأثر على مستويات السكر وعلى جرعات الدواء. الخطر الثالث راح يكون الجفاف بعض مرضى السكري، خاصة في حالة صيام في فصل الصيف أو في لساعات طويلة، وهذا الخطر راح يتضاعف كي يكون المريض يأخذ بعض الأدوية، خاصة أدوية مضرة للبول أو أدوية ضغط الدم. فيها أربع حالات وين يكون فيها الصيام ذو خطورة عالية. يعني أول حالة حامل نسبة السكر في الدم غير منتظمة، هذه لا تستطيع الصيام. الحالة الثانية قصور كلوي بنسبة أقل من 30%. الحالة الثالثة وين يكون ضرر في عضلة القلب غير مستقر. الحالة الرابعة وين يكون انخفاض غير محسوس لنسبة السكر في الدم. من الأفضل أنه الشخص المصاب بداء السكري باش يشوف الطبيب تاعو قبل ما يبدا رمضان، وإلا نصحوا بالصيام لازموا يتبع حمية غذائية لازمة اللي ما تعرضوش إلى انخفاض نسبة السكر في الدم ولا ارتفاعها. المراقبة الدورية المنتظمة يعني واجبة لكل مريض يريد الصيام. أول حاجة نسب السكر في الدم على الأقل 4 مرات بعد الفطور بساعتين أثناء السحور، ثالث مرة عند الاستيقاظ، رابع مرة عموما في الفترة المسائية يعني بعد صلاة العصر. الإذن بالصيام راح يكون بالتشاور مع طبيب السكري، طبيب المعالج هو اللي يأذن لك أنك تصوم أو لا تصوم. الشيء الثاني هو أنه الإنسان لازم يراقب السكر تاعه. الشيء الثالث هو أنه الإنسان يتبع حمية غذائية صحية. ارتفاع نسبة السكر في الدم أكثر من 3 غرام في اللتر أو انخفاض أقل من 0.70 عند الإحساس بأعراض الانخفاض، برودة في الأطراف، ارتجاف في الأطراف، تعب، إحساس بالجوع، إحساس بالغثيان، دوار، يوقف الصيام مهما كان الوقت
بالنسبة للمغرب يعني حتى وإن كانت دقيقة قبل المغرب. نتمنى أنه شهر رمضان يفوت بدون مشاكل بالنسبة للمصابين بأمراض السكري، ونلتقي في نصائح أخرى. مشاهدينا الكرام، عودنا ودينا لكم بجديد، دائما مكملين معكم في برنامج لمتنا تحلى. كانت هذه فقره طبيبك في رمضان، باش كنا نهضروا على الناس اللي عندها امراض مزمنه، كيفاش تجوز نهارها في رمضان، كيفاش تصوم، واسكو تصوم ولا لا لا، ولا كاين من الناس اللي يقولوا لهم لي ميرسا ما تصوموش لكن يصوموا كوميم، ما على بالهمش انه بالك مور رمضان راح يشوفوا ثاني الحاجات اللي بالك كانوا حيبراو منهم لكن يزيدوا بيسك صاموا. مي فوالا، ان شاء الله كامل تقدروا تفاعلوا معنا من خلال الرقم تاعنا اللي ظهر اسفل الشاشه، دونك تقدروا تواصلوا معنا انا ورياض، تحكيونا ليكسبيريونس تاعكم ولا ليكسبيريونس تاع الناس اللي تعرفوهم في هذا الشهر الفاضل. نروحوا الان لخميس مليانه. الو، مساء الخير. الو، مساء السلام. مساء الخير. واش راكي صافا؟ صحة رمضانك؟ لاباس. صحة رمضانكم. رمضان كريم. واش راكي؟ يسلمك سعيد. صحة رمضانك إكرام رياض. ربي يخليك، رمضانك أكرم. شكون معانا؟ غنية من خمس مليانة. زهرية. غنية غنية. 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 يلا أوكي، خيار الأسامي. يسلمك سعيد. غنية. وي. أنا برك التلفزيون من فضلك غنية باش نسمعوك مليح. اني نسمعني منقصه ماكسيمو. ايوه هذا. قولي لي شكون عندكم في العائله يعاني من مرض مزمن؟ عندي اختي وزوج بنات اختي. ربي يشفيهم ان شاء الله. ربي يشفيهم ان شاء الله. ان شاء الله. شنو مرض سكري ولا وشنو؟ وشنو؟ سمحتك. وشنو المرض تاعهم المزمن؟ وشنو هو؟ سكري ولا وشنو؟ سكر. سكر. جينيرالمون كامل عندهم داء السكر، يدوا الانسولين ولا لا؟ لا غنية. الانسولين. ايه الانسولين. ما راهمش يصوموا دونك في رمضان. ما يصوموش. احكي لي كيفاش يحسوا، كي واش راهم يحسوا كي ما يصوموش؟ على بالنا باللي رمضان كما يقول لك شهر رحمة. ما يصوموش. نعم. قلت لك ما يقدروش يصوموا، بصح كون يسيو ديجا يعطشوا. يدوخوا. داكوغ. دونك يسيو ولكن ما يقدروش يكملوا هكذا يا اخي. لا لا، انا بنت اختي وحده صغيره ديجا 6 سنين حكمها. اها. ايه ما تصومش، وحده عندها 20 سنه العام اللي فات حكمها ما تقدرش تصوم، امبوسيبل. داكوغ. ربي يجيب لهم الشفاء، ربي يجيب لهم الشفاء. واهم شيء اذا كان فات قال لهم الطبيب، اذا كان يعني الطبيب فات قال لهم باللي ممنوع يصوموا، ممنوع صح يصوموا، لانه اي ممنوع يمكن انه تلعب لهم بالشيء السلبي على الجسد تاعهم والجسم تاعهم. اكيد. وحبيتكم برك لو كان تهضروا لنا على المراه الحامل. ان شاء الله ان شاء الله اكيد راح نخصصوا موضوع ان شاء الله في. ماذا بكم؟ كيف كان راني انست وراني نصبح ما نقدرش نصوم. خلاص مور رمضان ولا كيت النهار تزيدي تجيبي لنا طمينه. طمينه ان شاء الله. 5 مليون قال لك تجيب لنا، على بالك. عقوبه عليكم. قولي لي بصح غنيه، كيفاش تما راكي تجوزي رمضان تو اوتون كون فام اونسانت؟ ما نقدرش ما نقدرش. ما كيش تصومي؟ مانيش نصوم، ما نقدرش ديجا نفشل، عندي الدواء مع الصباح نشرب الماء ماني في الكات موا سي بوغ سا. حبيتكم لو كان ديروا لنا كاش نهار هكا حصه على المراه الحامل. ربي يعطيك وقفه سهله ان شاء الله. اكيد نوعدوك ان شاء الله في الحلقات هذوما يا ربي ماكسيموم 4 ايام ان شاء الله نكونوا درنا هذا الموضوع. ايه ماذا بيك. المهم خليك دائما وفيه لقناه شروق ولمتنا تحلى. ان شاء الله ان شاء الله. وصحة فطوركم وسلامي لطفي وايمان. واش طيبتي لهم؟ واش طيبتي لهم؟ انا مانيش نطيب، مانيش نطيب، راني في دارنا. ايه يا اوكي. صحتكم غنيه ويعطيك الصحه. يسلمك تعيشي، صحه فطوركم. الله يسلمك تعيشي. يعطيك الصحه. شكرا لك مشاهدينا، نذكركم انه تقدروا كاع تتصلوا بنا على المباشر، الضيفه تاعنا بعد شويه راح تدخل معنا. خلونا نوجه تحيه فقط للاعلامي منصف ايد قاسي اللي راه يشوف فينا على المباشر الان. نقول لك صحه رمضانك و صحه رمضانك. قولي بصح علاش سقسيتها واش طيبوا؟ غنبك اليوم اني جيعان. عفاك بلي انا ما نقدرش ملي يجي يدخل اني جيعان اني جيعان. غني هنا راني جيعان. لا ما علاش نجوع نورمال، غير انت راك جوعان، اكو جيعانين ليكيب.
شوفي انا اللي جيعان والناس كاع جيعانين، انا كي نكون جيعان ليكيب والناس المشاهدين راهم يشوفوا فينا على بالك واش نحب نشوف؟ نحب نشوف هذوك الناس اللي يحضروا زعما يديروا هذوك يصبروا يخللوا الخيار الحار الزيتون هذوك اللي نجيبوا بهم 3 تاع الصباح، ولكن ماشي 3 تاع الصباح، حنا دوكا راح نروحوا للسيده ليلى في المدينه القليعه بيان سور في بازار، راح نشوفوا كيفاش تحضر لنا هاد لي زوبسيون في فقرات طبعا. فكروني فكروني من لازم رمضان ومدينه. يلا اوكي مع امل بوعزه، تفضلوا معنا. صباح النور، كي صبحتوا لاباس؟ مرحبا بكم، مرحبا بكم في القليعه، رايحين ان شاء الله نشاركوا مع بعض. مرحبا جوستومون، حنايا عندنا عاداتنا سبيسيال في القليعه، نديروا التحضيرات لسيدنا رمضان. تفضلوا مرحبا بكم. بون هذا انا درت لك نموذج من الحاجات اللي سادير بون راني مجداك كيما نقولوا حنا حاجات معتبره كيما المقطفه راني مفاتله بزاف، الطعام ثانيك المقارنه هذاك واسمه المعجون طيبناه، رقدنا الزيتون، رقدنا القارص كيما راكي تشوفي، درنا ثاني هذيك هذو واسمه الحرج تاع المقطفه اللي نديروه حنايا، المقطفه القليعيه سي ساكري، فيها لي ليغوم وفيها. قبل ما ندخلوا في التفاصيل حنا في الوقت في البيت ديال القضيه تاعك. بيان سيغ. فوالا ايه ميرسي ربي يحفظك. انا زمان كنت ندير تويزه على التحضيرات. مثلا نروحوا للعائله الكبيره والطعام ينفتل عند اليمات ولا عند الخاله ولا الكبيره. نبداو بالفلفله هذه كي تكون وقتها، نحيوها نغرينيوها، نحيو لها لي غران الراس هكذايا فوالا، ونفتحوها هكذا كيما راكي تشوفي، نحيو لها هاد الزياده الخيوط اللي راه من الداخل وكل، نديروها تفور، والنص تاع العوله نشلحوها هكذا ونفوروها ونعمروها بالملح، ونديروها في الهواء ولا في السمش ولا بتيبس تيبس، نواسيوها بشويه زيت باش ما تكونش ماكيه بزاف، ونديروها دون دي كارتون. الطوماطيش ثاني نقيوها هكذايا، بون نحيو لها شويه واسمو، نخليوها بالزريعه تاعها، وتقسميها كيما راكي تشوفي، وتقطعيها هكذايا اون كاتر، وديريها تفور، والا ما ديريهاش تفور تطحنيها ديريكت، تطحنيها ديريكت وديريها في كيما هكذا في لي كوب ولا في البلاره، ولا ديريها شويه زيت ديريها في فريجيدير ولا كونجيلات. قليعه مشهوره بالمقطفه هذه مقطفه قليعيه يعطولها مقطفه ربيعيه. دونك هذا المقطفه الربيعيه اللي كومبوزي دو بليزيور ليغوم فهمتي، دونك سي لي كاروت لي كورجيت لي فيف لو اسمو لي بيتي بوا لي ارتيشو ان بيتي دي هكذا صغيرين. هذا حنا نقولوا له الخليع. فوالا الخليع انايا نديرو لو بروميي جور تاع رمضان، ندير باغ اكزومبل واسمها بصل طوماطيش وكل، نديرها شغل مخلعه فهمتي. تقول لهم رمضانكم بصحة ولهنا، كل عام وانتم بخير، كل عام والشعب الجزائري بخير وعلى خير. تمنيت عند خالقي شجرة من العنبر، مية طير حمام، وكل عرف يقر، تيها وحجة وفرجة وطولان. هو
هو ما كاش حاجة أحلى من هذاك الزيتون اللي يكون مخلل لبنان. هو فصح فصح نحبوا اللي يكونوا دايرين له الملح برك، ما يديرولوش الخل والقارص وكذا، وما يجيش مالح بزاف. وكاين بزاف أنواع يعني، كل بزاف واحد أنواع. صح هذا قدمه خفيف، عم بالك واش ندير منين بداك نكون في الدار هكا كيخدموه زعما طبسي وحده هكا نقدر ناكلو وحده. شغل أميوز جود العادي. طيب يا دونك قبل نكملوا ولكن يرفع الآن على ما سمعنا أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وضواحيها. إذن تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مشاهدينا مكملين معكم دائما في لمتنا تحلاد مباشرة ومعكم حتى الخمسة تال عشية. قبل ما نجوزوا لا سيرفريز اللي راهي عندنا هنا في البلاطو، حبيت نشكر برك نيو ستار سنتر على إطلالة اليوم، دونك الشعر اي توسا، دونك يعطيك الصحة زبيدة اي توت ليكيب. أنا كي تبدا تهضر هكا على الشعر والجمال اي توت ليكيب، خليني نهضر اي توت ليكيب تاع نيو سنتر. فوالا هيا اليك الخط. يلا الخط راهو ليا، وخلوني تنرحب بضيفتنا اللي ما نكذبش عليك مانيش مأمن باللي جاتنا في رمضان يعني صراحة. نوال الاسكندر اهلا ومرحبا. اهلا بك وين رمضانك؟ يسلمك صحة رمضانكم انتم تاني تلاقوا بك كل عام ان شاء الله. زوينة وقلت لك والله مانيش مأمن. لا نحبك نجيك يا باتريك. نوال ضدت لي في رمضان. فنحبكم. باش ما نديرش لا ديفيرونس. لا 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 سي فغي نزير زعما رمضان يغلبني وكاع. بون يا قلبك ما كرهتش يتماسكي كذا باسكو شايفينك ونعرفوك ونعرفو حتى حياتك الخاصة داخل الدار ونعرفو كاع واش بالك لي ديبي. ابخي سا سو فوا با كي تشوفها هكذا ايتو. نو نو لي ديبي نو لي ديبي بالك يعيي وكاع، من بعد خلاص غير تجوزي سمان تولي عادي يعني. صح صح هي والله غير نشوف باللي لي ديبي يكونوا ساهلين، ومن بعد كي تفل فلافان تبدا تتزير شوية الحالة كي تقلبي اليوم. راني صايمة. نو هي صح هي بصح هي عندها الحق وعندك الحق. كاين ناس لي ديبي ومن بعد كي انا بيرسونيلمون لو ديبي ابري اون سيمين سي بون بعثوا لي عادي. نوال حبينا نحكوا شويه على رمضان، يعني هذا ثالث رمضان في ظل الكورونا ولكن الحمد لله صافا وين كنا وين ولينا. بدات تعاودوا لي البسمه، بدات تعاودوا لي الحفلات. انا غير مبسوطه بكم انتوما. الحمد لله يا ربي. العام الاول تاعنا قعدنا في الدار كومينيكيو غير بالميسنجر ولا لي ريزو سوسيو. لا دوزيام اني شويه، مي هذا العام لا الحمد لله رحمه ربي. لا الحمد لله يا ربي. صافا صافا. نو نو صافا تو با بيان. دونك كي راني قاعده معكم انت دونك سي كوا البروغرام هذا العام في رمضان؟ كاش حفلات وين راهي الناس اللي تحبك باش تجي؟ شوفي هي باش ما نكذبوش يعني سيزيركم لي دوز اني جوزناهم كالو ما كاش خدميتو، ما حاش نقول لك بلي حين ننطلقوا ما كانش حاجه كبيره شغل ماما يا با يا با غران شوز. الناس مازال شويه خايفه كامل ما مانيش ايه ما نكذبوش على روحنا دونك شويه ما كانش حاجه كبيره. لا لانه صراحه في الواقع الفيروس مازال، ولكن العدد عندنا في الجزائر هو منخفض دونك الناس كامل اللي راهم يشوفوا فينا ما تنساوش انه التباعد الاجتماعي مازال توجور اوبليجي، مازال تن واسمو الجال الكوليك تن لازم يندار. جوستومون يفو با ينساو هذا. كاين اللي خلاص يقول لك سيبو، كاين اللي خلاص دايرينها عيطه كذابيه يعني خلاص الفيروس راه ما كانش منها دونك فو ميو كاردي. وشكون يعني شكون اللي دايرين حنا التباعد؟ خدموا لنا بلاطو. لا والله سيريوزمون سيريوزمون لازم يعني نحافظوا على روحنا. سافي با دوغ كو راح كاع. انا مازالني يا خويا نخاف، مازالني نبعد، مازالني ندير لابافيت. مليحه مليحه ماشي كيما كنا مي فوالا اون فيت توجور اتونسيون. ريحنا شويه في راسنا بالك كنا واحد توسويس كيف بدا كورونا العام الاول سورتو العام الاول. انا هبلت ابخي ميم كيما نقولوا فيما يخص الحفلات ايتو ولا القعدات ولا الناس ما كانش هذاك الوقت تاع الكوفغ فو دونك الناس ثاني يقدروا يخرجوا مي وشنو لازم توجور يكارديو هذيك لابافات والتباعد الاجتماعي ايتو. دونك قول لنا ابار سا ابار الحفلات نوال اسكندر في رمضان لا جورني كيف كيفاش اي تو سا؟ عادي نورمال نوض كيما كاع الناس، ما نخرجش كل يوم ما نقدرش. اليوم نعيش. انا هنا والله انا هنا نسكت ما نهدرش باسكو نعرف التفاصيل دونك نخليها تهدر غير هي. واش انا نهدر صح عارفين بلي ما نكذبش نهدر صح. جو سوغ با تو لي جور لا سيمين الاولى ما نخرجش نقضيو الحاجات الخفاف يقضوهم هما، مي ابخي اون سيمين لا لا نخرج مع الزوج تاعي فيغ 5 اور 6 اور هكاك شمال نجيبو سقايط ولا وندخل. ما تبعديش تعمل؟ نعم ما نبعدش. غير في السيكتور على جا ستاسيون. من بعد من بعد. نوال بزاف ديزارتيست اللي يعني كي جات الجائحه تاع كورونا شافوا انه
يعني قاسهم بالموصل الأعظم ماديا. وي وي يعني ولو يقولوا يا ريت لو كان كنا دايرين كاش مشروع يعني اون باغالال يعني على الفن. على بكري انا نهار صلات هذيك ساجي حنا النهار الاول قلنا بالك شهر بالك شهرين بالك ثلاثه بالك اربعه. بعد كي بدينا نديباسيو العام وكاع انا وحده خرجت وقلت يعني ساجي الفنانين نضروا صح بالك كالكوزان يقدروا بالك يعيشوا مانيش نقول لك يقدروا ياكلوا مي كاين دي ميوزيسيان كاين خدامين خدمتهم وما يلحقوش فهمتني دونك بون ما نهدرش انا واش در مي خرجت هكا وهدرت بصح ما خلاوليش ما خلاوليش في لي ريزو سوسيال. انا واش ندير هي نوال هي في لي ريزو واش ديري الناس تنوض يعني ما تقدرش تكون مي انا درك خلاص يعني فقط تعرفي شنو ندير ما نقراش ما تقراش هكا احنا كاع راكم ديروا ما نقراش ما نقراش هضر حتى لغير غدوه ودي عليا وهضر حتى لغير غدوه انا ما نقراش لي كومونتير وي كاع والله غير سالو ما نعلقش باش تكاش با تري بيان هذه هي كي نكثر ندير جيم وحنا باش ما نكثروش برك على المتصله تاعنا الو مساء الخير الو وين مساء الخير مساء النور صحة رمضانك صحة رمضانك لاباسكم مليح معنا ومن وين قطعت المكالمة اي فايمة معليش دوماج معليش معليش سي دوماج نقول لك انه حاولي تعاودي اتصلي بنا ولو انه ما بقالناش بزاف الوقت تاع البرنامج مازالت كومام 25 مينوت نوال اليوم رانا نتكلموا على الوسمو يا كونترول هذه ما نفهم عليها انا نحكوا اليوم على لي جون اللي يعانيوا من امراض مزمنه يعني خصوصا في رمضان كيفاش يديروا كيما صحاب السكر كذا عندك شي واحد من لافامي اللي يعاني من عندي لا ماما جوستومون عندها السكر وعندها التونسيون وكانت كيما اوبيرات على قلبها وكاع والله العظيم ما يتصوم وانا نزكى عليها نقول يا ودي حاسبك ربي زعما نخلعها قول على بالك ربي يحاسبك على روحك لا لا بلا غير جس خفيف يا نوال خليني بلا غير ما صاري والو انا شربت الدواء انا شوف انا جو سوي كونتر هادو لي مرض يصوموا باسكو روحهم مش با داكور مي لا غير كيما ما تقدريش تقولي لها بالسيف ما تصوميش امبوسيبل سورتو كي يشوف فيها بيان يعني ما تعيا ما والو ما نخلوهاش تعيا على كل حال بصح نقول لها ماما ما تصوميش يعني تي جايز لك ولا غير تصوم دونك على بالك تاوعنا يصوموا مساكن تاوع لو مرض يصوموا عزيز عليهم رمضان رمضان عزيز علينا بيان سور وي رمضان عزيز على كامل الناس وعندي عندي حباباتي ثاني اللي عندهم السكر وكاع ولا غير يصوموا نسقسيهم يقولوا لي لا قدرنا ربي صح وصح ربي يقدرهم سبحان الله كان غيسك كان يا لو غيسك الميديكامون هذاك اللي يدخل للكور عنده حساب لا 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 نعس ماما نعس خلاص لي في تاعو لازم يدخل انا نعسها كي نشوفها سي با سا ولا درع نوكلها لا لا عندك الحق مي بور لو ماما الحمد لله يعني هي تصوم نورمال تري بيان مي نعسها تري بيان اي واحد لازم يعس هذه ما تقبليش كامل عليها ابخي نحن نفهموهم يعني كيما قلت لرياض من قبيل وحتى المشاهدين الناس يعني سختو هذوما الكبار يحبوا بنت رمضان يحبوا يصوموها يحبوا يبروفيت دو هاد لو موا اللي يجينا خطره في العام خطره في العام دونك الناس اكزاكتومون كي تهضري على الحلاوه وعلى القعده توجور الحلاوه والقعده يعني على قناه شروق تي في اللي هذا العام جات بشبكه برامجيه بزاف هايله رائعه جدا بيناتها شفنا دقيوس ومقيوس رياض شفتيه هنا والو لازم ضروري ضروري لازم تري بيان دونك احنا في كل مره في فقره باك ستيج نحبوا نديروا لي كوليس تاع كامل هذه الاعمال اللي تعرض على قناه الشروق وهذه المره خيرنا لكم دقيوس ومقيوس وكواليس ثاني دقيوس ومقيوس قولوا لنا برك شكون كان تما كان حوارنا معنا بالعسلي كريم ميهوب زميلنا كريم ميهوب اللي وجه له تحيه كبيره ويشوف فينا الان من خلال المنزل تاعو ولقاء مع نبيل عسلي توجور حصري لقناه شروق تي في يلا تابعوا معنا ورانا راجعين مشاهدين اليوم بباك ستيج نحن باستضافه فريق عمل دقيوس ومقيوس اكيد هذا العمل الجماهيري بالجزء الرابع اللي حينعرض حصريا على تلفزيون الشروق رح نورجيكم كواليس تصوير العمل كيف بيتم التحضير للتصوير واكيد مقابلات مع ابطال العمل خليكم معنا اهلا
وسهلا فيك معنا بباكستيج على تلفزيون الشروق. أنا مساء الخير ومساء الخير كل مشاهدينا قناة الشروق ومساء الخير لك كريم. هلا بداية بدي نحكي انه سلسلة تقيس ومقيوس اكيد بالنجاح الكبير اللي حققته بالاجزاء السابقة، وهلا نحن بمكان تصوير الجزء الرابع. شو هو سبب هذا النجاح والجماهيرية الكبيرة اللي تحصل عليها؟ سؤال شباب كيفاش نجاوبك؟ النجاح من عند ربي سبحانه، التوفيق دائما من عند الله، وكان كان تعب، كان مثابرة، كان اجتهاد، كان وحنا على بالك كل ما نعملوا جزء في ولا مرة قلنا بالإخلاص يعني نجحنا في الأول راح ننجحوا، عمرنا ما خدمنا، بالعكس نخدموا بلي لازم كل عام يكون تحدي، وكأن عمرنا ما عملنا نجاح ما قبل، وبالعكس المهمة كل ما يكون نجاح المهمة تصعب، لأنه اللي عندك جمهور، اللي عندك ناس تسناك تطلع ومن حقها تنتقدك، فبالتالي لازم احنا دائما نكونوا في المستوى، وما نقدرش نكون في المستوى كل ما تاخذش الأمور وسيريو، كل ما تاخذش الأمور بجدية. شو هي التغييرات او التطورات اللي راح يشوفوها الجمهور بالجزء الرابع؟ والله هذا العام حابين نرجعوا كما كنا نديروا قبل في لابخوميير غير لا دوزيام سيزون، معناتها بروغرام قصير 7-8 دقائق. دقيوس ومقيوس اللي بعد ما تولفنا عليهم يعني تعودنا عليهم اللي كانوا في القهوه، هذا الجزء راح يكونوا في مكان اخر، بيان سور راح يكون بروفيتاج. دقيوس ومقيوس ما يديروش حاجه بحسن نيه، دائما بسوء نيه، ولكن بخبط بصح طريف، يبقى الخبث تاعهم طريف. فجينا لمكان اخر، خلي الناس تكتشفوا من بعد. دونك تتخيل دقيوس ومقيوس في مكان اخر، واش يقدروا يديروا؟ كاين بزاف مواضيع جدد، يعني في كل حلقه ربما نفس التركيبه الدراميه، ولكن القصص تختلف. بالنسبه لك كممثل، هل العمل بشخصية على مدى أجزاء متعددة، يعني على مدى أكثر من عام أنت متمسك بهذا الشخصية، بيكون صعب أم سهل؟ صراحة في التمثيل إنه يكون سهل، أسهل بكثير من أنك تقوم بعمل آخر. يعني بو أنا أشاك فا كنت ندير دقيوس ومقيوس ومفاغلل، يعني كنت ندير أفلام ولا مسلسلات ولا حاجات أخرى، أدوار أخرى. مي نو سهل، إن فوا عندك لو بيرسوناج في الديبي صاي، مي لو بلو دور من بعد كيفاش تكتب، كيفاش تعاود تحط هذه الشخصية في مواقف جديدة مضحكة، ولازم يكون متعود على الجمهور نسبيا، لانه ما تقدرش تخرج شخصيه دقيوس ومقيوس من الجو تاعها، من الاسباس تاعها، من الفضاء تاعها. الشراكه بينك وبين نسيم حدوش ككتاب، واكيد لانه العمل من تاليفكم بشراكه، احكي لنا عنه اكثر. نسيم هو صديق، اكثر من صديق، اخ. الشراكه اللي بيناتنا هذا العام كتبنا دقيوس ومقيوس، هذا العام كتب معنا زميلنا اللي مثل ثاني في هذا لا سيزون اللي هو محمد بن داود، كتب معنا لا كاتريام سيزون ويمثل معنا. نسيم صار كما قلت لك زميل اخ، نتعرفوا حوالي 10 سنين وحنا نخدموا كيف كيف، فبالتالي نون سيلمون كاين انسجام بيناتنا في العمل، نون سيلمون عندنا لي ميم فيزيون، عندنا نفس الرؤى الفنيه اللي نتقاسموها، مي اوسي كان صداقه، كان محبه، كان احترام. بالنهايه لان احنا نتمنى لكم التوفيق، وبنفس الوقت اذا عندك اي رساله بتحب توجهها لجمهور الشروق. انا اقول لكم صحه رمضانكم، ان شاء الله العام هذا يكون خير من العوام اللي جازوا. الحي جمهور شروق، الناس كامل اللي راه تشوفينا، انه نقول لكم بلي راح يكونوا بزاف مفاجات في دقيوس ومقيوس، ان شاء الله راح نحقق لكم الفرجه والضحك، لانه الناس تستنى من دقيوس ومقيوس الضحك والفرجه، والناس في رمضان سيطقوس، تحكي على طقوس انه لازم تفطر وتشوف الضحك وكذا، جينيرال كاين دائما رسائل، كاين دائما، لانه ما تقدرش دير الكوميديا فقط، لازم يكونوا رسائل، لازم المجتمع ولا اللي يكون يشوف العمل يشوف روحه، يشوف الجزائري فيه، يشوف المحيط تاعو في العمل تاعك، اي دونك ان شاء الله يعجبهم. واش تفهم ماجد؟ واش خممتي يا مخلوقه؟ انا اللي قابله بس على شرط حسني بابا ويما يجيو يخطبوني. هاي لا رجعوا لا رجعوا شحال. اي الله غالب يا مخلوقه، انا الوالدين ميتين، ربي يجيب لك بجهه واحده اخرى ان شاء الله. هيا السلام عليكم. اقعد الشموتي، باباك ما جاني وحيك الفرد. يلا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، رجعنا لكم، مازلنا متواصلين معكم في لمتنا تحلى طبعا حتى الخمسة تاع العشية، مازال حاضرة معنا نوال اسكندر. نوال اسكندر والامبيونس، كي نشوفوا نوال اسكندر الامبيونس اي توسا. دونك بدينا نهضروا دوك شوية على الجمعيات الخيرية اي تو. دونك نوال اسكندر معروفة انها ما تعطي حتى يعني عمل خيري. صح، انا نقول لهم عيطوا لي جو سوي لا ميم، كي نكون سوبلاس ونروح قولوا ما شاك فوا كيديروا حاجه هكذا
ما تنساونيش عيطوا لي باسكو انا ما نعجزش ونروح افيك بليزير. مليحه بصح شفنا مؤخرا ولاو يعني كثروا بقوه وظهروا بقوه هذه الجمعيات الخيريه، يعني افطار تاع الصائم، حفلات تاع الختان والطهاره. صح امبارح انا كنت جبت على الكوتي تاع براريه دايرين ريستوران هذو تاع الافطار الجماعي. صافي بليزير كاين باب الواد، يعني وين تروحي تصيبي الحمد لله. صح صح صافي بليزير. دوك كيما نقولوا حنا كي بدات النصفيه ايتو يبداو ثاني هذوما الاعمال الخيريه النهار ايتو. ما نقولش مسجونين، مي مسجونين مازالوا بك ناول مازال في امين يحفظك في قلبك. في قلبي لا 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 الحمد لله يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله كيما نقولوا كل عطله فيها خير، ان شاء الله الخير ما اكثر عطخي هاد لي دو زون. كاش لي بروجي جدد؟ كاش ما تحكي لنا تعطينا سكوب خفيف ظريف؟ وي نورمالمون راني داخله الاستوديو ان شاء الله كاين جديد ان شاء الله. واش ان شاء الله؟ عندي ديو بون قريب مور رمضان ان شاء الله، عندي ديو مع اختنا راديه عده. ايه عندنا ديو تاع العشره انا وياها عندنا عشره. اكيد جلستوا عندنا في شهور وقت العشره. من تم جات الفكره؟ شوف هي الفكره جات من تم صحيح، العشره تاعنا قديمه. نو العشره على بالي بلا قديمه. الفكره جات من تم ديو تما كنا الماكي وعند لاماكيس قاعده عندي مع راديه. صرا دي ندير ديو، انا نحب لي ديو على بالك، ودرت بزاف لي ديو مع با مال دو شونتور. قالت لي ناول فيها هي تاع فرونس تاع صرا دي ما عندهاش مخشاريه. ما عندهاش. قلت لها نديرو ديو، قالت لي يلا دونك عن قريب ان شاء الله نديرو ديو انا وراديا، وعندي كلكو شونسون ان شاء الله. ان شاء الله. صح في الديو تاعك انت وراديا تقدروا زعما تدخلوا فيه يرجع الثريو مع صح دقيقه نعاود لك السؤال بشغل بصياغه اخرى. هو المشروع راه ديو. نفترض انه راح يولي تريو ولكن مع وحده ولا واحد من الشباب تاع الجيل الجديد بعد. شكون اللي تختاريه يكون؟ اللي جا ما معليش لا خيري لي اسم. بوكوا تو بريسيز يعني لازم انا حاب اسم. مازال ما بانش لي حتى واحد. معليش واحد هكا باينين الجداد اللي راهم يدورون. ما نقدرش نعرف كاين ديجا اكتوالمون شفيق اللي طول طون افيك نو ودرت بزاف لي ديو مع شفيق. دونك خلاص حتخير شفيق. اه نعم سا با دير هو على بالك انا سقساك هكا على بالي يعني هي صراع الاجيال راهو راهو بقوه دونك يلا انا طرحت سؤال بنيتي رمضان كريم القمر الهلال في السماء انتم تنظروا في البوليتيك انتم لا 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 والله غير صح جات علينا هذيك لا بيريود تاع صراع الاجيال اي تو سا دونك شغل على بالك هي الجيل القديم والجيل الجديد كاين على بالك تشوفي شغل حرب بيناتهم مي هي اون فيريتي نو شغل كاين سوء تفاهم كيما قلت تفاهم سينو علاش حنايا ما كبرناش مع اللي كبار علينا وقت اكزاكتومون سي اكزاكتومون تحكمنا معاهم وتعلمنا عليهم وي سي اكزاكتومون سي اكزاكتومون اوكي بروبليم اللي جا مرحبا واللي جا مرحبا دونك كيما نقولوا اصلا ماشي مشكل نقدم عندهم البنات تاعهم والشان تاعهم وجد الثاني لازم يتعلموا منهم ويخلقوا وهي رايحه دونك مشاهدينا الكرام كملي في استقبال اتصالاتكم بيان سور ما تحلاش القعده بلا بها ونستقبلوا اتصال اخر ونقولوا الو مساء الخير ونروحوا لجيجل الو الو عنده قال ولايه الو الو وي ماناش نسمعوا فيك مليحه هادي بوغ كومونسي باش نبداو الو وي مس الخير صحا رمضانك انتم زاده رمضان كريم شكون معانا شوفي الاخت بليز نقصي لنا التلفزيون سمعينا من التليفون ايمان من جيجل يلا ايمان نقصي لنا التلفزيون بليز باسكو هكا من 12 تاع الليل ما نكروهاش آه اوكي أوه. اوكي هاي سمعتك تخي بيان ايمان قولي لي شحال في عمرك؟ مازال معليش اليوم 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 عاونوا علينا علاكم ديرونا هكا ايمان في عمرك 20 سنة؟ اه يا تخي بيان الله يبارك قولي لي ايمان شتي الموضوع التفاعلي تاعنا؟ لا حبينا نعرفوا اسكو عندك في لافامي تاعك كاش واحد عنده امراض مزمنه باغ اكزومبل السكر القلب تو سا ويصوم كومام رمضان ولا كيفاش يتجوز نهار رمضان؟ نعم قلت حكمه الحمد لله ما عندناش ما عندكمش الحمد لله يا ربي نشكرك على اتصالك ايمان شكرا ورمضان كريم صحة فطورك
تعال طولك إيمان. شكرا شكرا ليك. ما كملتش معنا، انقطعت لها المكالمة فجأة. وين كنا وين وصلنا؟ كنا في سرعة الأجيال وكذا ولا هاي هاي دخلونا المشاكل وكذا. لا لا ما عندناش مشاكل الحمد لله يا ربي. بصح شفناك أنت كانوا عندك ردود في الموضوع هذا. نو 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 يا بيبا وين؟ وين شفتها؟ جسنا عندنا في الحلقة الحصة تاعنا. أنا قلت طب شوية طب شوية جاب على جسنا عندنا. أنا قلت لك كيسيون ورجعت قلت لهم حنا كنا نقدروا اللي كبار علينا وهذا ثاني لازم يقدروا لي كبار يعني الصغير يقدر لا لا شوف احنا دائما نقولوا انه الكبار تاعنا من بالسيف علينا نحترموهم لانه ماشي غير في الدومين تاعنا. علاش جاتك غير في الدومين هذا ارتستيك؟ اه وي كامل لي دومين اكزاكتو. انت في داركم لازم تقدر اللي كبيره اكزاكتو صح. برا كيف كيف حتى ولو الناس ما تعرفهمش وتشوف انسان كبير تخلي له بلاصتك تجوزو تقعدو في بلاصتك هذا يا سو هذا قدر اختيارك اكزاكتومون. مي كاميرا كاشي ولا لا؟ نو 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 جامي. في العام هذا لا ما انا ما نروحش. كاين وين بيعوا لي؟ كاين بياعين. اه بيعوا لي بالاخر بالاخر بيعوا لي. وكاين وين انا خفت خفت هذا رمضان باسكو شغل لك انا نهضر لك على الانتقادات تاع الناس. لا لا على بالكي لا كومبليس مخدومه هيوني بهذا الهضره. صح صح كاين دي كاميرا كاشي من دي كاميرا كاشي كاين لي تكوني خدامه صح. كيما اليوم انا خفت اليوم كي عيط الرياض خفتو قلت واقيلا عيط لي دوك دوك كاميرا كاشي ما نطلع على الناس اللي يحبوني ما نشوف الناس صح صح عندك كيما داك يقولوا لي اون تو فوا بلو ماناش نشوفوك ناوال في لاتيلي ماناش نساقو ماناش تجوزي. لا خاطينا كاميرا كاشي ناوال. لا خفت قبل ما جيت قلت بالك ناوال بالك. لا 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 خلينا نكملوا في النقطه هذه متصله برك مش متسناناش بزاف راهي مشلف ولا مساء الخير واعر. الو الو مساء الخير صح رمضانك الله يسلمك. واش راك ما فهمتش اليوم علاش كاع راكو تسمعوا من لاتيلي سمعونا من الهاتف تعيشوا. الو نعيمه مشلف. نعيمه نعيمه كي تسمعي فينا من لاتيلي ولا من تليفون قولي الصح. لا لا من تليفون تليفون. طيب يعني دوكا لي كونفيرميت بلا كي تسمعي من تليفون. قولي لي واش راكي واش راكي مع رمضان؟ لا بس الحمد لله وانتم واش راكم؟ لا بس صحه رمضانكم. صحه رمضانك حبيبتي كل عام وانت بخير. الله يسلمك. اي معنى نوال اسكندر ثاني؟ نحبها بزاف نوال اسكندر ديجا شفتها خطره في حياتي. اي معاك اي معاك تكلمي معاها. هاي من داك من داك لازمك تلقي التلفزيون. الو مساء الخير. مساء النور على السلامه. شلف مشلف نعيمة. الو مساء الخير. مساء النور على سلامتك. صحة راكي لاباس؟ يا الاخت من فضلك. صحة لاباس كيما الصحة؟ صافا الحمد لله وانتم صحة رمضانكم العقوبات كل عام. والله غير لاباس الحمد لله لاباس الحمد لله. راني قريب نجي نزوركم في شلف. في شلف ان شاء الله من رمضان. ارواحي مرحبا بك ارواحي. ان شاء الله عمري ان شاء الله. واحنا ما نجوز. أروحه كامل. مرحبا. أروحه كامل. يا مرحبا بكم. إن شاء الله يا عمري إن شاء الله. قولي لي الأخت الكريمة عندك أمراض مزمنة ويطيب العنب وروحوا مرحبا بكم. ربي يخليك. يلا نحكي شوية على موضوعنا النهار اليوم. الأخت أسكو أنت تعاني من أمراض مزمنة ولا عندكم؟ نعاني من أمراض مزمنة. إيه نعاني بزاف. وش عندك؟ وشنو هي الأمراض؟ هي لاطونسيون والسكر. وكيفاش راكي ديري مع رمضان؟ ها نعيا شوية ندور شوية دي فوا نعيا هكا دي فوا ما نقدرش دي فوا يهبط لي هكذا حتى نعاود نريح باش نعاود نكمل ونصوم. اه تصومي دونك تصومي يا اخي راكي معايا. ايه صوم. ايه تصومي ما كاش نهار يجيك هكا تفطري ولا تعياي لازم تفطري؟ ما والله ما نقدر. وتبعي طبيب تبعي طبيب وش يقول لك؟ ايه نتبع طبيب. والطبيب وش مالفي يقول لك؟ بحال يقول لي لازم هكا تقدري الصحه ما تقدريش تما. دونك يعطي يخلي لك الخيار ليك انت. ايه تما هكذا كيما نقول لك الخيار ليا. يلا اوكي احنا نقولوا لك ربي يقدرك ولكن اذا تحتمت وين باش ما لازمش تصومي ما لازمش تصومي كيما يقول لك لانه ربي قال لنا انه اللي ما يقدرش ما يقدرش وكاين تعويضات كاين كيفاش يعوض هذاك الشيء. شكرا جزيلا لك نعيمه وجهنا تحيه لكل ناس الشلف. صحة فطورك.
الله يسلمك وانتم زادة. يسلمك حبيبتي، ان شاء الله. شكرا، يعطيك الصحة. نوال، لو كان يعيطوا لك تمثلي وي وشنو هو الدور زعما اللي تحبيه؟ تا واحده حنينه ولا واعره وهذوك؟ لا لا انا حنينه، شو ما تقولش واعره. انا عطيت لك زوج احتمال. شوفوا يا ناس ياكم تسمعوا، انا عطيت لها زوج احتمال. قال واعره 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 بصح عاقله. نو نو نو، يعني با سبيسيالمون واحده حنينه ولا سا ديبون. مش عطاوني يقعد تمثيل، يعني يقعد تمثيل. يقعد تمثيل. ايه بصح عندنا ثان صوالح اللي بالك نميلوا ليهم بالك. انت اللي من تميل. انا ما جربتش، يعني ما كانش عندي تجربه، مي بوكوا با. حبيت دراما بوكو بلوس. وي دراما. وي سورتو. توالمي اون توكا. وي. واحد بالك والله واحد كيكون سونسيبل وحنين وكاع توالمو دراما، صح؟ اكزاكتومون. حنا قبل ما نروحوا للعاصير نوجهوا تحيه برك لزكي بن شلاله، مانيش غلط ان شاء الله في اسمه، زميلنا من التلفزيون الجزائري، نوجهوا لك تحيه ونقولوا لك صحه رمضانك وان شاء الله كل عام وانت بألف ان شاء الله يا رب. تحبي الفراوله ولا لا؟ لا الفريزه، الفريز فريزه بيان سور. تحبيها؟ اي في الدار. واش تحبيها تاكليها هكا ولا تشربيها؟ انا نديرها ندير، ما نكذبش عليك، نديرها غير بالمزهر شويه قرفه و انا هذيك انا قديمه والمظهر تزيدي لها شويه مظهر شويه قرفه شويه سكر با بوكو. الله غير شهيد لولو، اذا كتشوفي فينا ديريها. انا لولو لازم نروح نفطر عندها، خاني تفكر لولو انا جايه نفطر. اه وي تشهيوني ناي بي وحدي، ما تعرضيني ما والو، انا جايه. روحي الدار، مرحبا بك وانت وكم الناس اللي حبوا يوتيوب، مرحبا بهم. يلا وين نروحوا؟ اكرم نروحوا لفقره عصير المائده. كيما قالت لك تسمع فيك لافخيز في الدار يسمع فيك، دونك نروحوا نشوفوا سموتي الفاروله لنهار اليوم في فقره عصير المائده وبعده راجعين. مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم وصحه رمضانكم. شفتي نهار تشري لي فراز وما يكفيكش الوقت باش ديري سلطه دو فروي؟ ما كان لا تخليهم بلا ديسر، كاينه طريقه سهله وشابه. عندنا فراز، عسل، حليب، نعناع وسيدرا. دونك لو جي تاع اليوم سي ان جو اللي نديروه في وقت صغير بزاف، والبيجي تاعو ماشي غالي بزاف، دونك نديروها فيت في وبنين بزاف باش ما نقعدوش في الصحراء بلا جو. دونك نبداو بلي فراز، نحكمو لي فراز تاعنا، نقطعو لهم برك هذيك الحشيشه تاعهم، نحطو لي فراز تاعنا في الميكسر. نزيدو عليهم حليب، نزيدو زوج ولا ثلاثة ورق تاع نعناع يكون مغسول بيان سور، العسل، وشوية زاز تاع سيترون، زاز سيترون مليح بزاف لي جو، عبيا نستعملو انا ديما. تعتبر نبتة الفراولة أو ما يعرف بفاكهة الفراولة من أغنى الفواكه من ناحية احتوائها على الفيتامين سي، فهي مفيدة جدا للدم وجهاز الدوران، تحسن امتصاص الحديد وتنظم ضغط الدم. احتوائها على الأسيد فوليك يقي من الإصابة بأمراض فقر الدم. تعتبر فاكهة الفراولة غنية بالألياف، بالسيليسيوم وبالمغنيسيوم، كما أنها جد غنية بالفيتامين سي، بالفيتامين B6، الأسيد فوليك اللي هو الفيتامين B9 ولا B6. نظرا لغنى هذه الفاكهة بالبوليفينول فإنها قد تكون مسببة لحساسية جلدية. سي بون، لو جي تاعنا واجد.
مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا لا ريسيت تاعنا تاع الفراز راهي واجده. الفراز اللي هي مفروي غني بالفيتامين سي دونك يعطينا شويه تاع الانرجي في هذا رمضان. لا ريسيت تاع اليوم سيتي ان سموتي. سموتي هو ان فامي تاع لي جو ولكن يكون غني بلي فروي بلوس كو الماء ولا الحليب ونزيدوا له ان لي ويكون فيه العسل ثاني. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم لا ريسيت. حاجه خفيفه وظريفه يحسبكم تعبتوا بزاف في الكوزينه الوغ كنتم في 30 سكوند درتو لهم ان جو. صحتكم صحه رمضانكم. يلا مشاهدينا ان شاء الله يكون عجبكم الجو هذا وتسيوه كامل. للاسف الشديد وصلنا للختام. ناول قعدت النهار دقيقه نتقاسموها بين ثلاثه كيما رانا. يلا دي دو سكوند تاعك. يلا لا انا اليوم جيت والله جيت ديفيسيمون وتبحرت شويه في الطريق. معليش نقول لكم صحه رمضانكم وصحه فطوركم والعقوبه لكل عام. اي سام في بليزير من داك كنجي نطلع عليكم. انتم ما تجونيش انا نجيكم. بارك الله فيك. بيزو ان شاء الله ربي يكمل لنا خير وعلى خير وندوزو رمضان شباب ونعيدو بالطبع والشان ويروح هذا الهم والغم ان شاء الله. يعني نحضروا لك الحفله ان شاء الله يا عمري. ان شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا انا نقول لكم ان شاء الله نكونوا كنا خفاف عليكم طلعونا بزاف في روحكم. نتلاقاو ان شاء الله بعد يومين لانه غدوه وغير غدوه راح يكون معكم لطفي عيشوني. اكزاكتومون دونك نقول لكم يعطيكم الصحه اللي تبعتونا منذ بدايه البرنامج حتى الان. قعدوا اوفياء لباقي برامج قناة الشروق تي في. انا نشوف لاغوب تاع ناول عجبتني بزاف هايل الله يبارك. دونك تفكرت باش نشكر كوليكسيون باي ريهام على هاد الجلابه الرائعه البلو الشابه الجلابيه دونك يعطيكم الصحه صحه فطوركم وباي باي. سلام نموتوا عليكم.